بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد قليل سيرفع مؤذن مسجد قباء أذان العشاء، وسيستبدل لفظ الحيعلات بلفظ ألا إن الصلاة في رحالكم أو الصلاة في بيوتكم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. بقي أقل من دقيقة لرفع الأذان. أصور لكم من الجهة الأمامية. كم هو مؤلم ما نراه، لكن كل هذا من باب الاحتراز. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم من الأمراض والأسقام، وأن يجنبنا وإياكم المحن والابتلاءات. من هنا
من مسجد قباء. كان معكم محدثكم محمد ياسين الرئيس، واليوم هو يوم الثلاثاء الواقع في 22 من شهر رجب لعام 1441 من الهجرة النبوية الشريفة. وها هم رواد وزوار المسجد يذهبون ويرجعون إلى بيوتهم. نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.